مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تواصلنا، يستمر والانطلاق لشوطنا الحادي عشر الذي خصص للقعدان المحليات الاصايل، ومسافتنا هي 6 كيلومتر. نذهب مباشرة مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط الذي خصص للقعدان الإذاع. نذهب مع البداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يسيطر في مقدمة الشوط ومع الصدارة. المقدمة والصدارة مشاهدين الكرام أفريح تعود الملكية لمحمد بن سعيد بن محمد الخيلي مع صدارة الشوط ومع المقدمة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني ورا مزيون لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى ثالث المراكز زويل مليح للذيب بن علي بن سالم المنصوري من ياتي مع المركز الثالث. النقلة المباشرة مع المركز الرابع وأراد التقدم الممتاز مع المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. وصول وقدوم من النشمي لناصر بن راشد بن شابل الزيداني المري من يقدم لنا النشمي مع المركز الرابع. خامس المراكز صوغان لسهيل بن عبيد بن راشد الخيلي. انتقل مباشرة إلى سادس المراكز وإلى شاهين لمانع بن يمع الغويص السويدي مع المركز السادس. وفي سابع المراكز يتقدم مشاهدين الكرام اللي هو ينطلق في هذه اللحظات شاهين لسعيد بن علي بالسم المنصوري. تاسع المراكز وصول وقدوم في هذه اللحظات ينطلق مشاهدين الكرام شاهين المبارك بن محمد بن طالب العامري. عاشر المراكز من بدأ ينطلق السراب تعود الملكية سراب تعود الملكية علي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي. هكذا النداء مشاهدين الكرام يكتمل للمراكز المتقدمة. نعود مع البداية نعود مع الصدارة. أفريح مع البداية لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي والشعار الخزناوي هو من يحكم القبض على الصدارة. ها هو أمامكم التوقيت الأفضل في هذا الصباح اللي من قدمته الشاهينية وقطعت المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 24 ثانية. جزئين من الثانية تهانينا والناموس لمالك الشاهينية منصور بن الشيبة بن علي السبوسي من قدم لنا الشاهينية في هذا الصباح وهي سيدة الموقف للتوقيت الزمني في هذا الصباح. ننتقل إلى الانطلاق الأول وإلى فريح في هذا الشوط مع البداية لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني مليح للذيب بن علي بن سالم المنصوري مليح من ياتي في ثاني المراكز. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وإلى مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري. النقلة المباشرة مع المركز الرابع وإلى النشمي تعود الملكية للنشمي لناصر بن راشد بن شابل الزيداني المري مع المركز الرابع بهذا المسار. خامس المراكز وصول ومن شاهين لمانع بن يمع الغويص السويدي يقدم لنا شاهين مع المركز السادس. سابع المراكز يتقدم وينطلق اللي هو سراب لعلي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي مع سابع المراكز. ثامن المراكز وصل شاهين مبارك بن محمد بن طالب العامري. تاسع المراكز يتقدم هملول احمد بن سعيد بن بروك الحميري ووصول وقدوم من هملول لراشد بن راشد بن برمان بن محمد الشامسي مع المركز العاشر. هكذا النداء مشاهدين الكرام للمرة الثانية. نعود مع الإبداع ومع المقدمة ومع المركز الأول. فريح فريح مع الصدارة. بن حمدش ما زال يسيطر في مقدمة الشوط يعلن حضوره بهذا الانطلاق والمسار ويقدم فريح لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. أمليح في ثاني المراكز تعود الملكية للذيب بن علي بن سالم المنصوري مع ثاني المراكز. وانتقل بدوري مع المركز الثالث وإلى مزيون محمد بن راشد بن غالب
المنصوري مع المركز الثالث. رابع المراكز ينطلق شاهين مانع بن جمعة الغويص السويدي مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز النجمي ناصر بن راشد بن شابل المري، من يقدم لنا في هذا المسار والانطلاق النجمي. انتقل وبدوري هنا يتقدم سلاب علي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي. أما الوصول والقدوم من شاهين المبارك بن محمد بن طالب العامري، وصول وقدوم من الزعيم سعيد بن خليفة بن زاهر الأخيلي أول إذاعة للزعيم، من ينطلق في هذه اللحظات مع المركز السابع. ثامن المراكز ينطلق شاهين مانع بن محمد بن قطامي السويدي. ينطلق مشاهدين الكرام هملول لراشد بن برمان بن محمد شامسي. هكذا النداء، هكذا الإبداع والفوز والانتصار لمن في هذا الشوط، للشوط لا يقل أهمية للقعدان المحليات. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. وفريح فريح مع البداية، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، كيلو ونصف الكيلو عن الناموس. وفريح مع مقدمة الشوط، ما زال مسيطر بالمقدمة بن حمدش. تعود الملكية لفريح لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي، ولكن من يغير الذيب؟ الذيب 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 غير على الصدارة، ولكن هو اللي هو من يقدم لنا الذيب. مليح مليح، يا سلام، غير مع صدارة الشوط ومع المركز الأول. تعود الملكية المليح في هذا الانطلاق للذيب بن علي بن سالم المنصوري، غير مباشرة، أعلن حضوره الذيب في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. فريح مع المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي، كيلو متر أخير، لا بعد كيلو يا أخوان. أرى القدوم، أرى القدوم، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه، الطموح الفوز والناموس والانتصار. المركز الثالث، يا سلام، من وصل مجاهدين الكرام الزعيم سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي، ولكن أمليح مع الصدارة، أمليح مع المقدمة، أمليح مع المركز الأول. تعود الملكية المليح للذيب بن علي بن سالم المنصوري، يا سلام، هو مسيطر مع البداية، هو مسيطر مع المقدمة، والشعار الوثباوي مع مقدمة الشوط يفرض الوجود، يعلن حضوره في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق بقيادة سالم بن علي المنصوري. يا سلام، يغادر، ينطلق مليح. تعود الملكية للذيب بن علي بن سالم المنصوري، غادر الجميع. الزعيم مع المركز الثاني، بن زاهرة مع المركز الثاني يقدم الزعيم، ولكن نغادر مع المقدمة، نغادر مع مليح، غادر بالفوز، غادر بالانتصار. تهانينا والناموس للذيب بن علي بن سالم المنصوري، 200 متر أخيرة مع خط النهاية، ولكن حذاري من الزعيم، الزعيم لا يستهان به، ولكن المسيطر الأقرب الفائز المنتصر. أسعد الله صباحكم يا أهل الوثبة على هذا الفوز والانتصار. مليح في المركز الأول ذيب بن علي بن سالم المنصوري، المركز الثاني الزعيم سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي، والمركز الثالث شاهين مانع بن محمد بن قطام السويدي، والمركز الرابع كان من نصيب مياس سالم بن ضعيف بن رضيع الكبي، والمركز الخامس شاهين لمحمد بن علي الجابر المري. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والتحدي والمتعة والإثارة في هذا الشوط، ولكن الفوز والانتصار لمالك مليح. تعود الملكية للذيب بن علي بن سالم المنصوري، وهيا انتظار مشاهدينا الكرام، ها أمامكم الإعادة، وفي انتظار التوقيت الزمني أثناء وصول مليح إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. ها هو التغيير لمليح أثناء غير إلى خط النهاية وشن الهجوم. تهانينا والناموس لمالكة الذيب بن علي بن سالم المنصوري، قطع المسافة الزمن وقدره 9:32 خمسا من الأجزاء. تهانينا والناموس من احتل في ثاني المراكز الزعيم لسعيد بن خليفة بن زاهر الأخيلي، قطع المسافة الزمن وقدره 9:34.3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لك يا بن زاهر على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث شاهين لمانع بن محمد بن قطام السويدي، قطع المسافة الزمن وقدره 9:36.7 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع.